معانا تليفون كابتن عبد اللطيف الدوماني، نتكلم اكتر عن اللقاء. ابو الكباتن منورني. محمد ازي حضرتك؟ برحب بيك طبعا وبالساده المشاهدين. منورني يا ابو الكباتن، والنهارده لقاء مهم، والفوز النهارده يدينا اريحيه قبل اللقاء اللي جاي ويخلينا نكمل في مشوار الصداره واللقب ان شاء الله. شايف النهارده اللقاء صعوبته ازاي، والنهارده فريرا ايه الخطه اللي يبدا بيها بشكل افضل؟ اكيد طبعا مرتين برحب بحضرتك. طبعا مباراه صعبه طبعا، خلينا نتكلم كون انت بتلعب منافس قوي جدا، منافس فضل حضرتك بقاله موسمين في الدوري الممتاز، بيقدم اداء طيب، في تجانس بين اللعيبه، معاهم مدرب محترم جدا الكابتن احمد سامي، صحيح له اسلوب لعب طبعا يعني الى حد ما بيبقى صعب شويه على الفرق اللي هي زي نادي الزمالك، بحيث ان هي بتقفل الى حد ما المساحات كتير قوي على الخطوط بتاع نادي الزمالك. نادي الزمالك ان شاء الله النهارده زي ما عودنا الفترات الماضيه طبعا اداء، واهم من اداء الروح القتاليه، بنبقى خسرانين وبنرجع صحيح، بنبقى مطمنين كلنا ان حتى لو في المباراه تعادل او في خساره دكه بقت قويه جدا، اللعبة الشباب ما شاء الله لا، والفتره اللي فاتت كان في روح، بس الفتره الاخيره بقى دي او الحاليه في روح واداء، يعني انت شايف ان في اداء جيد وفي روح عاليه، فانت كمان عندك ثقه ان انا هرجع في اي وقت. ما هي الثقه موجوده، الثقه دي طول ما هي موجوده احنا كجمهور او كمشجعين او كابناء نادي الزمالك يعني بنبقى مطمنين، مش زي الاول بنقول لا خلاص بقى الامور مش ماشيه، لا ده الروح قليله، لا الاداء مش لا 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 الاداء قليل، لا الماتش خلاص ما نستحقش، ولكن كل المباريات الاخيره بنبقى قاعدين مطمنين ان من الاداء والروح القتاليه الموجوده ان الجون جاي والمكسب جاي في اي وقت، فده حاجه تحسب طبعا للمنظومه كلها وتحسب للجهاز الفني ومستر فييرا اللي هو ادى الثقه لجميع اللعيبه وحسس وقال للعيبه كلها ان نادي الزمالك ما بيوقفش على لاعب، نادي الزمالك طول عمره كبير جدا، صح، ان ادى الثقه للناشئين بصوره كبيره جدا، دلوقتي مش حاسين ان ده لاعب لسه اول مباراه يلعبها في حياته اول مشاركه، وخد بال حضرتك مباراه صعبه جدا، انت بتتكلم في مباراه كلها كؤوس، مباراه كلها مطالب انك تكسب، مباراه والله كلها انا كنت لسه بقول والله قبل ما حضرتك تخش معانا على الهوا ان ما بقاش في لقاء سهل، وطول ما تسمعوا مننا قبل كل لقاء يا جماعه اللقاء ده صعب واللقاء ده صعب، ان ما فيش لقاء سهل ولا في الكاس الفتره اللي جايه ولا في الدوري، ان كله عايز يكسب. اكيد طبعا، والحاجه الجميله ان اللعيبه حتى مش عايز اقول صغيرين، لما ناس كبار ممكن في المسمى في كسن العمر، لكن هم لعيبه كبار بيتحملوا المسؤوليه. شفت الماتشات اللي فاتت طبعا كنت شفته وتابعت فرحه اللعيبه وهي بتصنع، صح، شوف يوسف اسامه نبيل، شوف سيف لما بنتعادل وبنجيب جول المكسب، تحس ان هم لعيبه كبار ولعيبه متحملين المسؤوليه، وده مهم جدا، ما عندهمش مبرر او شماعه، هم اولاد النادي فعارفين قيمه التيشيرت، عارفين قيمه الكيان، مش هينفع اخسر او اتعادل، عارفين متربيين على الفوز، عارفين ان انا ما ينفعش ازعل جماهيري، فده طالعين بيها من الناشئين، طالعين بروح الزمالك بجد. دي نقطة مهمة جدا، ونقطة حضرتك أثرتها، لو حد لسه أول مباراة يلعبها ما بقاش عنده الروح والانتماء القوي اللي بيحصل الفترة اللي فاتت دي. يعني المباراة صعبة، خد بال حضرتك برضه عشان جمهور نادي الزمالك المحترم. سيراميكا فرقة عندها حلول وعندها هجوم جيد، ولكن شايف النهاردة الزمالك وفريرة يتعاملوا إزاي؟ يعني يبدأ اللقاء إزاي؟ إيه التشكيل الأفضل مثلا؟ أنا هقول لك يعني إحنا ما فيش تغيير عن المباراة الماضية، يعني أنا ممكن اكون مع يعني وجهه نظر عكس الناس شويه، ان انا ابدا بيوسف او بسيف، لا انا وجهه نظري دول يبقوا معانا دكه ودكه قويه جدا وعندهم حلول، في عنصر السرعه عند يوسف، في عنصر يوسف سيف جعفر طبعا لعيب كبير، لعيب مميز، لعيب بصير بشكل كويس، لعيب بيلعب لقدام، بيلعب قبل الكره ما تجيله بيفكر هيلعب ايه، بيلعب لقدام، وده مهم جدا يعني. فانا شايف حتى يعني في الغيابات اللي فاتت والغيابات المؤثره اللي فاتت يعني كتر خير اللعيبه بالامانه وكتر خير الجهاز، حضرتك نادي الزمالك محروم من الموسم اللي فات في طبعا قيد اللاعبين، النادي بيلعب في كذا بطوله بمهاجم واحد والمهاجم الثاني مثلا مصاب او مثلا في ايقاف او مع المنتخب بتاعه، صحيح، حاجه تحسب ان جهزنا البديل والبديل ما حسمش ان الغيابات مؤثره قوي يعني على فكره، ما حدش ياخد باله من دي تفاصيل صغيره بس تفاصيل مهمه يوضح لك يعني ايه جهاز فني، يعني ايه لا جهاز فني عالي جدا، والنهارده انا يعني عايز اتفرج النهارده فريرا هيحفظ اللعيبه ازاي في خط الدفاع تحديدا، بقاله كام لقاء بيلعب دفاع متقدم، بيلعب ثلاثه ورا في خط الدفاع، وعندنا في سيراميكا كابتن احمد سامي بيلعب بباسم وشادي وبيقدر ساعات يستغل الاثنين مع بعض، ففي الحاله دي الزمالك برضه هيلعب دفاع متقدم وثلاثه ورا، ولا ممكن يعدل في وسط اللقاء زي ما فريرا بيعودنا، ممكن يرجع فجأة في وسط اللقاء يلعب أربعة ورا؟
لا انا اعتقد ان هو لازم يعدل، المنافس قوي، المنافس عنده حلول. ما تنساش محمد ابراهيم طبعا بخبرته وكفاءته في المكان ده بيقدر يوصل المهاجمين في جزء من الثانيه. ما تنساش ان باسم من اللعيبه القناصين اللي يقدروا في اي وقت يخطف. شادي لعيب مميز جدا، هم خطوطهم قريبه مع بعض. لكن برضه خد بال حضرتك، اصل سيراميكا برضه مش هيلعب زي ما بيلعب مع الفرق الثانيه. سيراميكا هيحترم نادي الزمالك لا، وانا هنزل كمان ضغط، انا هنزل عايز اسجل من البدايه، وان شاء الله طبعا نقدر طبعا. نسجل النهارده. ما تنساش ان هجوم نادي الزمالك واطراف نادي الزمالك مؤثره جدا وقويه جدا، ترهب اي فريق. فبالتالي سيراميكا هو اللي يكون ان عامل شاء الله النهارده نادي الزمالك الزمالك. يقدر يترجم الخطوره الموجوده والافضليه اللي موجوده ليه طبعا تاريخيه في الملعب. توقعاتك النهارده اللقاء كام يا ابو الكابتن؟ انا ان شاء الله بتمنى، بتوقع ان شاء الله يمكن اثنين، بس انا بقول 2-1 لان سيراميكا عندها حلول هجوميه شويه. فان شاء الله يبقى 2-1 لنادي الزمالك باذن الله. ان شاء الله النهارده اي فوز للزمالك هنكون راضيين ونستمتع بالاداء ده، يهمنا. شكرا جدا كابتن عبد اللطيف الدوماني. جماهير الزمالك دايما بتحب تشوف اداء مع نتيجه، ان شاء الله النهارده يكون في فوز من نصيب نادي الزمالك، وكمان يكون في اداء كبير ومحترم زي اللي عودونا عليه في اللقاءات الاخيره.